أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها وجعل فيها رواسي وأنهارا
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزداد وكل
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن
قل أن رب السماوات والأرض
أفتخذتم صدق الله العظيم.